عليكم. هاي اسمعي. هي ما بدي اشرب مشان اول ما تجاوب مشان ننتقل للسؤال اللي بعده. بدي ابلش اسالك عن زواجك. اتزوج بسوريا لما كان عمري 15 سنة. انت وافقت انك تتزوجي ولا ما وافقت هذيك الساعة؟ لا بدي اشرب السؤال. اسمي فاطمة الحريري، مدربة سيرك. فشغلي منحني هاي الشغلة إنه كهواية وكعمل أكسب من وراها كمان. بحس إنه الانشغال أحسن ما أقعد، بقعد بالبيت أعصب، بفكر بأشياء ثانية، إنه بظل مشغولة عادي عندي. إنه أتعب أحسن ما أظل مرتاح وقاعد، يعني هي الفكرة اللي عندي. تزوجت بسوريا لما كان عمري 15 سنة. كم كان عمره؟ 20. صغير؟ 20. بحكي لك إنه كمجتمع سوري عندكم تزوج عمره 15 سنة والزواج المبكر شيء شائع عندكم موجود هذا؟ شيء كبير عندنا. شائع عادي. زواجي كان ما كنا متفاهمين أنا وياه. أول شيء فارق العمر وإحنا تجوزنا صغار، يعني ما في كان تفاهم بيني وبينه، بالعكس كان دائما مشاحنات بيننا، كان ننفصل أحسن لنا يعني. كيف كان شعورك لما صارت عملية الطلاق أو انفصلت في لحظة؟ أنا يعني من الناس اللي كنت سعيدة، كنت مبسوطة وكثير ناس نامتني إنه شلون بنبسط على إشي يخرب. عندنا كنظرة إنه مطلقة بصير ننظرها نظرة ثانية مجتمعنا بالأكمل، يعني أبصر شو صار معها، كانت يمكن هي مش مليحة، بصير كل إشي سيء بحطوها فيها إنه هي مطلقة. آخر شيء الخجل اكيد، يعني انه كانت ملكنا الخجل، انه اني سوريه وجايه جامعه اردنيه بس 10 دقائق بالضبط. يعني ما فيش عندنا واحده تشتغل هيك، طبيعه البلاد ما بتسمح. قصه شو الشيء حابه توصلي للجمهور من خلال المهرج بتقدر توصلي، او كمان ضحك والعب مع الاطفال خصوصا مضحك. كنا اول ما فتنا انه نتحسس من بعض، بعدين بس صرنا مع بعض صار في اندماج اكثر، صرنا نتعاون مع بعض. حبيت ادرسها لمساعده الناس، توفير اشي الي انه بكوني بالمخيم، حابة أدرس التخصص بالمصطلحات الطبية إنه أصير ترجمة، إنه في ناس ما بتقدر تشرح حالة المرض إنه من خلال الإنجليزية. حابة أوصل قصة عظة للبنات إنه
دراسة أهم ولاحقين على هيتشارت. بتمنى البنات المجتمع العربي أكمل يعني إنه يكملوا حياتهم، مش إنه بلشوها بالكبر وهن صغار. تفكر بالدراسة بالمستقبل أكثر، بعدين تفكر بس تكون مهيئة لهي الشغلات إنه تتزوج، مش نصف العمر شباب هي طفولتها تتجوز. في أمرات بنسى إني صفي لي وجهي الله يرضى عليك. مقلوب.